أهلا بكم أعزائي المشاهدين، هذه حلقة جديدة من مساحة للرأي. الأزمة الليبية ما زالت متفاقمة منذ عام 2011، فوضى أمنية في الشارع الليبي، خلافات، انقسامات بين كافة الأقطاب السياسية المتنافسة على السلطة التي وصلت فيما يبدو إلى نفق مسدود مع دخول فتحي باشاغة المدعوم من قبل البرلمان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد بيبا في صراع داخلي فيما بينهما. هذا أدى إلى إضعاف الوطن ككل، وعلى وقع الجدل الحاصل بين الفريقين هناك دخان اشتباكات أو سحب لدخان الاشتباكات بدأت تتصاعد ما بين الجماعات المسلحة غربي البلاد، لكي تثير تساؤلات حول مدى يعني قوة هذه الخلافات وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر فعليا على المشهد السياسي والأمني في البلاد. سوف نتحدث معكم في هذه الحلقة حول هذا الموضوع، الانقسامات السياسية في ليبيا، إلى أي مدى يمكن أن تصل بين الأطراف المتصارعة. معنا في الاستوديو الخبير في الشؤون العربية ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ عصام الكاشف. أهلا بكم أستاذ أفندم. أهلا بك أستاذ حسن. المشهد الليبي حقيقة يعني مستمر يعني منذ عام 2011 إلى الآن ما بين انقسامات حرب وميليشيات مسلحة. كان يقال أن هذه الميليشيات سوف تندمج مع الجيش الوطني، لكن يبدو أن الشد والجذب بين حكومة الدبيبة وباشاغة أصبحت يعني معروفة للعيان، فلماذا هذه الانقسامات أولا؟ أولا لازم أحييك على هذه المقدمة الطيبة واللي بتلخص المشهد على الأراضي الليبية بشكل جذري. هناك اختلافات؟ نعم. هناك تحديات؟ نعم. ولكن الأسوأ هو تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. أيضا الرؤية المستقبلية وانعكاسات الماضي عليها، بمعنى أن كل من يسعى إلى أن يكون على سدة السلطة أو الحكم في ليبيا يسعى إلى يضع في نصب عينيه تجربة القذافي، هذا من جانب، والامتداد الزمني الذي يرغب في تحقيق رقم قياسي جديد. إذن هو يحاول استنساخ تجربة الرئيس الليبي السابق وحلم الزعامة على الأراضي الإفريقية. إيه الكلام ده؟ الكلام ده يعني معمول بيه ولا كل من تصدر المشهد زعيما عايز يعيش في دور الزعيم بعيدا عن مصلحة الليبيين وبعيدا عن مصلحة الوطن وبعيدا عن تقديمه واستنكاره لجهوده وذاته. صراع على السلطة، ما هو صراع على محاصصة، ما هو صراع على حصة اقتصادية معينة، تقسيم ديموغرافي معين؟ لا، ده أنا عايز أنفرد بالسلطة وأكون الرئيس وأستنسخ تجربة القذافي مرة أخرى. طب الجيش فين؟ المواطنين فين؟ الثوابت اللي أنت هتشتغل عليها، أنا عندي في 2015 اتفاق الصغيرات اللي حطينا الأسس وخريطة الطريق. عندي برلين، عندي القاهرة في ديسمبر 2020، عندي القاهرة في أبريل 22، وما سيستكمل وهو مسألة استكمال استحقاق الدستور بعد عيد الفطر المبارك في القاهرة سوف تستضيف استكمال اجتماعات الخاصة بالدستور. إذن القضية الليبية طافت العواصم العربية والأوروبية. ازاي الكلام ده؟ باريس، برلين، القاهرة، المغرب، ولم يصلوا إلى حلول مع كل ما اتخذ المبادئ. هناك اتفاق على ثوابت، لابد يعني لابد أن نتفق على أن هناك ثوابت. كل من هذه الثوابت كانت بمثابة درجة أعلى أو مرحلة أعلى لتمهيد الأرض لاتفاق. طيب الكلام ده ينسحب على الجيش وعلى المقاتلين كما أشرت؟ ينسحب. ازاي؟
تم الاتفاق بالفعل من خلال الخطة اللي قدمها المبعوث الخاص بجماعه الدول العربية غسان سلامة. قدم خطة لإخلاء وإجلاء المقاتلين الأجانب وخروج 20,000 مقاتل من والمرتزقة من الأراضي الليبية. أي مكان وضع هذه المرتزقة القانوني، لأن بعض منها كان البرلمان الليبي والإخوان المسلمين قمنوا وجودهم على يعني الأرض بشكل قانوني وجد نظرهم يعني. نعم من وجهة نظري مهمة، مش بشكل قانوني يفرض على الشعب الليبي وعلى الواقع الليبي، لا. ف هناك اتفاق وتم لا ما خرج، ما فيش حد خرج لسه مازالوا لحد الان، وهي دي المشكله، هو عدم خروج الاجانب والمرتزقه من على الاراضي الليبيه هو السبب الاساسي في الازمه. حتى الان تم الاتفاق على ان يتم الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه بتزامن في ديسمبر 2022، ما حصلش. قالوا نتفق على الدستور ما تمش التوافق عليه. استضافت القاهرة للتشاور والاجتماعات وبحث الأزمة بشكل يعني مفصل ووضع الحلول، وأيضا لم يتم التوصل إليه. لماذا؟ لأن ما فيش هناك ثقة بين الأطراف، مفيش إرادة سياسية قوية كمان. لا هناك إرادة وحزم وهناك مصداقية وطنية من جانب كل المشاركين في الاجتماعات. طيب. مش يعني أنا ما بشككش في حد من وجهة نظري أنا. أنا ما بشككش في حد من القيادات والأطراف المشاركة في الاجتماعات، سواء كانت على المستوى الدولي أو على المستوى اجتماعات القاهرة. بالعكس أنا بقول إن كل وطني. طيب. ولكن ما يلخص الأزمة الخلاف الواضح وغير المبرر ما بين الدبيبة وشغال. الاثنين مختلفين. أنا علي أن أقدم المصلحة الوطنية، علي أن أنا أدور للشعب، وإذا ما قدرتش أن أنا أخش في الانتخابات الرئاسية هذه المرحلة فلتؤجل لمرحلة قادمة. ده لو الناس حريصة على الوطن. لو الناس حريصة على أن يكون الحل والاستقرار والأمن. الجهود التي تبذل من جانب مصر والقيادة السياسية في مصر وأيضا الحكومة المصرية هدفها أمر واحد، التمسك بالثوابت العربية والوطنية، من وحدة الأراضي الليبية وسلامة أمن واستقرار الحدود. وخلي بالك دي مهمة جدا، الحدود مع دول الجوار، مش مع مصر بس، لا مع دول الجوار. أمن قومي لكل دولة، لأن الأمن القومي الليبي هو العمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري. والعكس برضو صحيح. ما نقدرش نقول لا. هل تعلم أن هناك معسكرات لتدريب العناصر والمقاتلين الأجانب أقيمت على الحدود الليبية الجزائرية، الحدود الليبية التونسية؟ كمان. ورفضت كل من تونس والجزائر إقامة هذه المعسكرات بشكل واضح وصريح، وتم التوافق على تفكيك هذه المعسكرات وضمن خطة يعني الخروج الآمن للمقاتلين والمرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية. خرج منهم كتير، 3,000 حتى الآن، ودول ما خرجوش إلا بشكل استثنائي وبشكل نقول عليه ايه؟ اضطراري. بمعنى هم خرجوا مضطرين علشان خاطر يدعموا بتدخل غربي، يدعموا الحرب الاوكرانيه ضد روسيا. روسيا عايزه ترد. فبتطالب هي والمجتمع الدولي بوحده الصف الليبي. الولايات المتحده الامريكيه ما سكتتش. لما ابتدت تستشعر بان روسيا بتستخدم الغاز والخط النفط كسلاح للتهديد علشان تعزز موقفها في الحرب الاوكرانيه الروسيه،
بدأت تضغط على الحكومة وعلى الولايات المتحدة بدأت تضغط على الحكومة الليبية وعلى المسؤولين في ليبيا بضرورة ضخ النفط الليبي وطرحه في الأسواق. طب الشعب الليبي موقفه ايه من الموضوع ده أول، والحكومة موقفها ايه من الموضوع ده أول؟ هو ده اللي لازم يتناقش في المرحلة القادمة. صحيح. هل هي الثروة دي ملك الشعب الليبي بالفعل، ولا ملك القيادات يتم استخدامها وقتما تشاء الولايات المتحدة الأمريكية علشان تغطي العجز في المحروقات والغاز من جانب روسيا؟ صحيح. علشان خاطر تضغط. بنجد ان المسألة هنا مش التدخل بس ومش تحديات بس، لا، لذا كانت هناك رؤية لمصر والقيادة السياسية بأن يتعين على أن تكون دول الجوار حاضنة للإسراع والتسريع في عملية الاتفاق والتوائم للتوحد في الرؤى على الأراضي الليبية. صحيح. لوحدة وسلامة وأمن واستقرار ليبيا. جميل. اسمح لي استاذ عصام بتوقف قليلا لكي نقرأ ما تقوله الصحافة الصادرة حول هذا الموضوع وحول شبح الانقسامات وعودتها مرة أخرى في ليبيا، ونعود لكي نستكمل الحوار معكم. نبدأ جولتنا من جريدة اليوم وحسام أبو العلا الذي كتب: تتواصل الجهود الدولية لمنع ليبيا من الانزلاق إلى فخ الفوضى والعودة إلى سيناريو الاقتتال بين الفرقاء السياسيين، خصوصا بعد رفض الحكومة السابقة برئاسة لدبيبة تسليم المقاليد للحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان برئاسة فتح بشاغة، والإصرار على الاستمرار في موقعها والتحصن بالميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. وفي الشروق أشار طلعت إسماعيل إلى أن هناك موقف دولي غير حاسم إذا رفض أو قبول قرار مجلس النواب بنزع شرعية حكومة لدبيبة وتأييد رئيس الحكومة الجديد، ما يبدو أقرب لدعم بقاء حكومة لدبيبة ليفجر ذلك انقساما سياسيا وصراعا ممتدا لا أحد يعرف مدى، والشعب الليبي هو من يدفع ثمن ذلك من الصراعات. أما في الاندبدت عربية فقد تساءل زايد هدية: إنه بين انقسام داخلي يزداد اتساعا ورغبة وضغط دوليين للتوجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية غير مضمونة النجاح، تمضي الأزمة الليبية إلى مستقبل مجهول واحتمالات كثيرة أحلاها مر، فما السبيل لاستعادة واستقرار ليبيا وتمكين شعبها من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته؟ وفي جريدة العرب أشار الباحث الاقتصادي عبد الله شلتات لتأثير إغلاق المنشآت النفطية على الاقتصاد الليبي قائلا: يشهد الاقتصاد الليبي خسائر بملايين الدولارات كتداعيات بسبب شلل قطاع النفط، وهو ما أدى لانخفاض معدل إنتاج النفط وزاد من معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع. ومع تفاقم الأزمة السياسية هناك حالة من الترقب في ليبيا ومخاوف من الأسوأ. ونختتم جولتنا من اليوم السابع وأيمن رمضان الذي أكد أن المشهد الليبي يعاني من الانفلات والاحتقان السياسي الشديد، ومصر وسيط محايد لاستقرار الأوضاع. إن دور مصر الريادي والمحوري جعلها تتدخل في الأزمة الليبية من أجل الوصول لحلول سياسية سلمية وتهدئة الأوضاع من خلال التواصل مع الفرقاء الليبيين كافة وتقريب وجهات النظر، فالتوافق الداخلي الليبي هو أساس أي تسوية سياسية للأزمة. إذن كما شاهدنا قراءة الصحف كلها تتحدث عن شبح العودة للانقسام أخرى ما بين الليبيين، وهذا لا يصب حقيقة في صالح الوطن الأم ليبيا. نعود مرة أخرى لضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون العربية الأستاذ عصام الكشف. أستاذ عصام، يعني هنا واضح أن هناك فشل يعني من كل الجوانب أعتقد لمحاولة حل هذه المشكلة، حتى يعني كما قلت حضرتك أن المبادرات الإقليمية والدولية لم تؤدي بجديد لحل أي أزمة أو محاولة رأب أي صدع هناك. نعم، هي أنا أتفق معك تماما بأنه كافة المبادرات التي طرحت حتى الآن لم تؤدي إلى نجاح كامل للحل في والتسوية في ليبيا، ولكن وضعت أسس، بمعنى أنها أدتنا بصيص من الأمل وجعلت لنا بأن هناك قاعدة نستطيع الارتكاز عليها أو الارتكان عليها. وهي إيه؟
الحاجات اللي هنتكئ عليها دي اساس عندنا خريطه الطريق بقت موجوده وفقا لجدول زمني وضعها المبعوث جامعه الدول العربيه. ودي انا باكد على دور مبعوث الدول العربيه، لان مبعوث الامين العام للامم المتحده فشل فشل يعني ذريع، وأضر بالأزمة الليبية والقضية الليبية أكثر مما أفادها. وإن كانت ستيفاني يعني حلحنت الأوضاع قليلا ونجحت إلى حد بعيد، ولكن لم تثبت حتى الآن وجودها رغم التمديد لها ثلاث مرات للاستمرار واجتماع طبعا الأخير سيتم التمديد ثلاث شهور أخرى للعمل لها كمبعوث للأمين العام. لماذا هذا الفشل يعني؟ الأمم المتحدة ككل فشلت في هذا الموضوع. الأمم المتحدة بتقوم بدور تفاوضي على أنها مش طرف شريك في الحل. وده نقطة خطيرة جدا جدا جدا. المفروض انك انت لما تكون داخل علشان تتفاوض تجزم بالحل، لازم يكون تجزم الحل. برافو عليك. لازم يكون عندك رؤية حول الحلول، مش حل واحد، اكتر من حل، لانك انت بتتعامل مع اطراف والاطراف دي مش هت يعني حل واحد مش هيرضيها. فلابد ان يكون هناك اكثر من بلان، حل وبديل، حل والحل البديل. وايضا لابد ان يكون هناك انسجام ونقطه التقاء مع الحلول دي، يعني نقطه التقاء بين حل واخر حتى يتم الالتقاء حولها للتوافق. الى جانب لابد ان تكون هناك مواجهه باهميه وضروره تقديم المصلحه الوطنيه والعليا على المصلحه الشخصيه والمنطقيه والحزبيه. ليه بقول المنطقيه والحزبيه وال ايه الكلام ده؟ لان المجتمع الليبي مجتمع قبلي طبعا، تحكمه القبليه، 74 قبيله هي اللي موجوده وممتده على طول وعرض الاراضي الليبيه من اقصى الشرق الى اقصى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. ال 74 قبيله كل قبيله بتدور على المناطقيه والمحصصه. ازمتها في اي في التاريخ الليبي كله حتى كان ايام الملك السنوسي كانت المحاصصه والمناطقيه. احنا نفوذنا في الحكومه القادمه هيكون ايه وحصتنا قد ايه؟ الكلام ده ما ينفعش في المرحله دي. التقسيم مش مطلوب، وهذا ما يعني كان تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضحه، قال ده وقت التوحد حول رأي واحد ويد واحدة وقلب واحد لحل الأزمة الليبية، وأهمية تأمين الحدود الليبية وأيضا وحدة وسلامة الأراضي الليبية. هذه هي الأسس التي يتعين على الشعب الليبي وضعها، وأن كافة الصلوات التي على الأراضي الليبية هي ملك للشعب فقط. صحيح. وهو صاحب السيادة والسيطرة لتوجيه هذه الثروات. صحيح. هنا أستاذ عصام يعني ما نتحدث حول المحادثات السياسية من قبل الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني تلقي بثقلها يعني على هذه المحادثات إلى جانب الأمم المتحدة، فكيف ترى دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع؟ أشكرك على السؤال ده، لأن الولايات المتحدة الأمريكية إحنا عارفين هي بتمثل دور رجل الاقتصاد الذي يسعى قدر الإمكان على أن يمتص دماء الشعوب. قدر الإمكان هو بيحس إن روسيا أغلقت عليه الباب في الغاز والنفط وهو وأوروبا، فمين البديل؟ المملكة العربية السعودية وليبيا، هم دول البديل عندي. وطبعا أنا باخد حصتي من سوريا، باخد حصتي من هنا، باخد حصتي من هنا،
ما فيش ما يمنع ان انا اضغط شوية على العناصر الموجودة في سدة المشهد الليبي علشان خاطر يطلق العنان امام اطلاق النفط انتاج النفط مرة اخرى. بس الاسود دعت الى انهاء الاغلاق للمنشآت النفطية. ايوه انهاء الاغلاق يعني ايه؟ يعني اطرح بقى اطرح النفط ليه لأسواق. يعني انا محتاج، انا عطشان، والدول دول اوروبا كلها دلوقتي بعد ما بتهدد روسيا بين الحين والاخر، هقفل هفتح هبعت لدول معينه. طب انا مش هتعامل بالدولار، انا عايز اتعامل بالروبي، انا عايز عملتي تبقى ليها روسيا. لا طب احنا بقى نقفل الملف ده ونقول له احنا مش عايزينك واحنا مستغنيين عنك، واحنا عندنا العوض المملكه العربيه السعوديه والمحلبه اللي موجوده دلوقتي اللي مقفوله بشكل مؤقت، افتحوا يا اخوانا انتجوا انتجوا عشان تطرحوا في الاسواق. دي الثروه بتاعت الشعب الليبي. ايش معنى الشعب الليبي والثروات بتاعته ما بقتش دلوقتي على لسان الولايات المتحده الامريكيه الا دلوقتي؟ طب فين المساعدات اللي انت وعدتي بيها يا الولايات المتحده للشعب الليبي؟ لإغاثته، لإعانته، للوضع، لحفاظ، بعد ما تم تدمير جيشه بالكامل. وعايز دلوقتي تحط المرتزقه وبعض الميليشيات وينخرطوا في الجيش الوطني؟ هذا الكلام يعني انت دلوقتي عايز تشكل ليبيا دي على مزاجك. ويبدو ان خلافات برضو امريكا وروسيا بتظهر على الارض الليبيه. لازم تنعكس، لازم تنعكس، لان روسيا كان ليها وجود في وجود خبراء وفنيين عسكريين على الاراضي الليبيه. اذا ازاي يقدر الولايات المتحده الامريكيه تستفيد من المشهد قدر الامكان؟ ابطاء، وركز على دي، ابطاء العمليه السياسيه للحل. وعرقله الانتخابات. ومن خلال المبعوث الامم. ستيفن. يعني بتديها 6 شهور، بديلها 3 شهور في 3 شهور، عشان كل شويه ترجع لي وتقول لي، واحنا نقعد في مجلس الامن ونقول هنمدلك؟ لا مش هنمدلك. انت تحت عيني. يعني كان في يعني اراء كانت بتقول لك ان ستيفن سوف تنجح بعد ان قدم كوشنر استقالته من مهمته قبل ذلك. وهو نجح بالفعل. طيب. هو نجح بالجهود اللي ارتسم. هو يجب الحل بصوره واضحه. هي المساله دلوقتي مساله اطماع على السلطه. خلينا نقول عشان نسمي الاشياء مسمته. بمعنى ادق صراع الذئاب. عندما تجوع الذئاب في فصل الشتاء تقل الموارد والغنائم. فيضطر الذئاب تدور في حلقه، ومن يسقط منها اصلا بسبب المجهود يبقى فريسه لباقي الذئاب. صراع الذئاب. هم بيدوروا على ان المساله يفضل سيب ده مع ده، ينطحوا ببعض ويبطئ وتيره عمليه التفاوض، وسيبهم لحد ما ده ياكل ده، او تنتهي المساله امامنا بشخص واحد، ما يبقاش قدامنا غير شخص بعد يتساقط الاخرون. صراع الذئاب. هو ده عايز يستفيد من هذه الفكره بشكل بسيط جدا، يعني ده بشكل مبسط. طبعا السياسيين الليبيين او القاده لم يدركوا ذلك، فهم يعني اعتبروا سبب من اسباب عرقله اي اتفاق سياسي. ما احنا قلنا استاذ حسام ان المساله من وجهه نظري انا، يعني انا لو مقيم في الاراضي الليبيه، قريتي في المقام الاول، منطقتي في المقام الاول، اسعى المصالح، ادور على المغانم بتاعه القبيله واهلي وعشيرتي وغيره وغيره. وما اللي هم قالوا ليه ان ليبيا حاضنه طيبه للارهاب والاخوان المسلمين؟ لانها مش مصر. لانها مش المملكه العربيه السعوديه. طب ما هو ما فيش قبائل في المملكه العربيه السعوديه، بس الوضع مختلف. الوضع واحد، واخد بال حضرتك؟ طب هو عندنا ما فيش قبائل، عندنا في قبائل البدو، وعندنا في ابناء علي، اولاد علي في الصحراء الغربيه الممتده من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، حتى واحد باريس في الجنوب. لا بس احنا عندنا حاجه اسمها المصلحه الوطنيه. طب ايه اللي واقف قدام السلاح؟
حتى الآن لم يتخذ قرار من جانب الحكومة الليبية أيا من كانت، سواء كانت دبيب أو بشاغة، بحظر التبول بالسلاح، حصر السلاح في يد الدولة، بمعنى الشرطة أو الجيش. حتى الآن لما قلت كده تكلموا على دمج الميليشيات المسلحة في البداية، دمجهم كمان في إيه؟ في القوات المسلحة والشرطة، واخد بال حضرتك؟ ده أخطر. يعني أنت عايز تعمل إيه؟ بتطعم جيش؟ يعني أنا عايز جيش وطني خالص. جيش وطني خالص. هم كانوا بيهدفوا للتطعيم المرتزقة. جسد صحيح. أنت عايز تدخل لي في الجسد ده سرطان؟ الكلام ده ما ينفعش. لابد من تجريد هذه الميليشيات من الأسلحة تماما، وتقديم المصلحة والوقوف عند حد معين في قضية المحاصصة والمناطقية. وانت كمان بس برضو أستاذ عصام، يعني لو أجريت بشكل سليم أعتقد أنها سوف تكون لها يعني مؤشر سليم على عودة هيبة الدولة. برافو عليك، أنا بحييك والله. لأن فعلا إذا تمت الانتخابات خلاص هيبقى في استقرار. يعني هيبقى في بقى مفيش حالة الانسداد السياسي اللي احنا عايشينها دلوقتي دي، ولا هيبقى في توافق ما بين كافة القوى الوطنية على الأراضي الليبية. صحيح. طب ده يحصل ازاي؟ لما يكون في دستور صحيح. طب الدستور هيجي منين؟ ما هو مجتمع في القاهرة اسبوع واختلفوا. طب ما في فرصة تانية بقى بعد العيد. على كافة القوى الوطنية الليبية ان تغتنم هذه الفرصة. القاهرة تمنح كافة الأطياف الليبية ورجال القبائل سواء كانوا عواقل أو زعماء أو مشايخ الفرصة كاملة، اغتنموها، مدوا أيديكم باغتنام هذه الفرصة والتوافق على دستور حتى يتم إجراء الانتخابات. إذا ما تمت الانتخابات خلاص. إذن يعني فعلا من كلام الأستاذ عصام ضيفنا النهاردة، الإرادة السياسية سواء كان إرادة سياسية محلية وطنية ليبية أو إرادة سياسية دولية هي التي قد تؤدي إلى إنهاء الانقسام ورأب صدع في ليبيا الذي استمر لسنوات طويلة. أشكر ضيفي اللي شرفنا النهاردة واستمتعنا بحديثه، الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون العربية الأستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا لحضرتك فندم. شكرا لك. شكرا جدا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى ملتقى.